Goodbye, goodbye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن الأزمة الاقتصادية التي تواجه العراق في ظل كذلك تفشي وباء كورونا في العراق وحصده لأرواح العشرات وكذلك مئات من المصابين وأيضا عشرات الوفيات. هذه الأعداد كيف حصلت ولماذا حصلت ولماذا لم تكن هناك استعدادات، وأين إنفاقات الحكومة على القطاع الصحي؟ هذا جانب، وكذلك نتحدث بشكل عام عن الوضع الاقتصادي والتحذيرات الدولية ومن خبراء اقتصاديين ومن الجهات الدولية من خطر وصول العراق إلى حافة الإفلاس. العراق البلد الغني، بلد النفط وبلد من أغنى بلدان العالم، يصل إلى حافة الإفلاس. لماذا يصل العراق إلى حافة الإفلاس؟ من الذي أوصل العراق إلى هذه النقطة من الانهيار الاقتصادي؟ ولماذا ظل بلد يعتمد 17 عاما على النفط فقط كمصدر للدخل؟ والنفط كما تعلمون جميعا أسعار غير ثابتة وتتأثر بالتحركات السياسية والاقتصادية حول العالم. لماذا لم تكن هناك احتياطات، لم تكن هناك خطوات متبعة من قبل حكومات ما بعد الاحتلال في إحياء القطاع الاقتصادي الصناعي التجاري الزراعي؟ ولماذا لم تكن هناك استفادة من ثروات العراق الطبيعية وليس فقط الاعتماد على القطاع النفطي؟ هذه نقطة. كذلك أيضا نتحدث عن موضوع الامتيازات الحكومية ورواتب المسؤولين، ونحن الآن في أزمة مجاعة حقيقية بسبب فرض حظر التجوال ووجود ملايين العراقيين من أصحاب المهن اليدوية، العمل اليومي، الأجراء اليوميين الذين يعتمدون في قوتهم على أجر اليوم، وهم الآن يجلسون في منازلهم. لماذا لم نرى استغناء من قبل المسؤولين أصحاب الملايين من الدولارات عن رواتبهم ومستحقاتهم في سبيل إنعاش الميزانية قليلا وتقديم الدعم والمساعدة المالية والغذائية كذلك لمن يبقون في منازلهم حتى هذه اللحظة؟ طبعا خبراء اقتصاديون عراقيون مشاهدين الكرام أكدوا أن العراق لن يصمد طويلا في حال استمرار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. أضاف الخبراء أيضا أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيقود البنك المركزي إلى الاستعانة بالاحتياط النقدي لتغطية حاجة السوق والميزانية التشغيلية، وبالتالي فإن شحة الدولار بالأسواق سترفع قيمة هذا أمام الدولار. وأشار إلى أن البنك المركزي سيفقد سيطرته عليها بعد مرور 6 أشهر في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. سعر النفط العراقي حاليا هو 10 دولار للبرميل بالتقديرات الآن، وكذلك بالنسبة لسعر النفط العالمي 20 دولار، العراقي 10. واعتماد العراق بنسبة 95% إلى أكثر على النفط كوارد للميزانية. العراق كدولة بكافة مجالاتها يعتمد على مصدر واحد فقط للدخل، وهذا المصدر الآن في حالة انهيار، وهناك بعض الخامات من البترول تباع بأقل من سعرها، يعني تباع بالسالب. الآن في العالم هناك بعض المواد من مشتقات النفط تباع بالسالب، يعني الآن العالم داخل على نقطة خطيرة جدا بانهيار أسعار النفط، والعراق كما ترى الجهات الدولية هو أكثر المتضررين من انخفاض أسعار النفط في العالم. طيب مشاهدينا الكرام، نود الآن أن نشاهد مع حضراتكم هذا المقطع. حقيقة هذه الجهود الذاتية التي دائما ما نشجعها ودائما ما نحييها حقيقة، التي تخرج والمبادرات التي تخرج من العراقيين أنفسهم داخل المحافظات العراقية باعتبار أن السلطة هي غير موجودة ولا يعتمد عليها،
هذه مبادرة وهذه محاولة لإغاثة الفقراء والمحتاجين في منطقة العظمية في بغداد. دعونا نشاهد هذا المقطع. أبو صديق، حبيبي، ما طولك الزلم بالعظمية، خشنة وناس خيرة وناس معدلة، ماكو واحد ينام جوعان بالعظمية. إن شاء الله نعبر حتى برا العظمية نوزع لهم فضل الله. أبو صديق، حبيبي، ما طولك الزلم بالعظمية، خشنة وناس خيرة وناس معدلة، ماكو واحد ينام جوعان بالعظمية. إن شاء الله نعبر حتى برا العظمية نوزع لهم فضل الله. طبعا هذه هي شيم العراقيين، وهذه هي أصالتهم، وهذا هو الخير الذي ينبع حقيقة في نفوس العراقيين الأصلاء. بهذه الطريقة نرى التكاتف في الأزمات من العراقيين فقط. مشاهدينا الكرام، الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال هي التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي ما نراه الآن من عمليات إغاثة هي كلها بجهود ذاتية فقط. معنا السيد أحمد من كربلاء، تفضل يا أحمد. أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، تفضل. أحمد تسمعني؟ وعليكم السلام، تفضل يا أحمد. أنا أستاذ العزيز. الله يسلمك، حياك الله. أحمد، خبر في جواب يا أستاذ العزيز. تفضل يا أحمد، احكي، تفضل. أحمد صوتك غير واضح، يا ريت تغير مكانك وتكلمنا مرة ثانية وإن شاء الله يكون الصوت أوضح. أشكرك يا أحمد. طبعا اللجنة المالية البرلمانية هي لجنة حكومية رجحت أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين ومصروفاتها اليومية في ظل أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط العالمية. أوضح عضو اللجنة شيروان ميرزا أن هبوط أسعار النفط من أهم العقبات أمام الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على عائدات النفط لتأمين أكثر من 90% من الدخل القومي، ولفت إلى أن عودة انتعاش أسعار النفط العالمية ترتبط بانتهاء أزمة فيروس كورونا، وأن الاقتصاد أو أزمة الاقتصاد ترتبط إضافة إلى ذلك بتجاوز الأزمة السياسية. هذه الأزمات مجموعة كبيرة من الأزمات أدخل إليها العراق وأدخل بها العراق. لماذا وصل العراق إلى هذا المستوى من الانهيار على كافة جوانبه وقطاعاته؟ ونرى الآن أن المواطن البسيط وفئة كبيرة من المجتمع العراقي تعتمد على راتب من وظيفة أو تعتمد على أجر يومي، كلها تتأثر بسبب انهيار وانخفاض أسعار النفط عالميا. من أين ستؤمن هذه الحكومة أو حكومات ما بعد الاحتلال باعتبارها هي مجموعة أحزاب لم تترك السلطة منذ البداية، من أين ستؤمن هذه الرواتب؟ عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة غرد قبل قليل على تويتر يعد باستمرار دفع رواتب المتقاعدين حتى نهاية هذه السنة. من أين سيأتي بالأموال؟ ما هي الإمكانيات التي يمتلكها عدنان الزرفي أو غيره من في السلطة الآن لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ هل سيلجؤون إلى الاقتراض وإدخال العراق في ديون أخرى وديون تراكمية بفوائدها؟ والله أعلم أيضا ماذا رهنوا عندما قاموا بالاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؟ لماذا يعتمد العراق هذا البلد الغني على الاقتراض؟ لماذا وصل أصلا إلى هذه المرحلة من الانهيار الاقتصادي أن تلجأ الحكومات إلى الاقتراض؟ من معنا لا؟ السيدة أم علي من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي احنا عندنا محتقلين. نعم. في محكومين اثنين مؤبد واحد إعدام. وما عندهم شيء وحكموهم على جلدهم أربع أرهاب، زين يعني اللي عنده أربع أطفال وخمسة ومن يعيشهم؟ من يتحمل مسؤوليتهم؟ صار لهم مش قد معتقلين يوم علي؟ ايه. ها؟ صار لهم مش قد معتقلين؟ صار لهم يعني 5 سنوات وأطفالهم، يعني البيوت بس نساء وأطفال، من يعيشهم؟ من يتحمل مسؤوليتهم؟ وإذا ما انصم يعني عفو عام، منو راح يتحمل مسؤولية هاي الأطفال والنساء؟
ماكو وسيله، ماكو وسيله انه يطلعون بيها؟ ما وكلتوا لهم محامي؟ ما لجأتوا اخي الى ما القضاء؟ خلينا محامي، بعنا الاراضي كليتها يعني، وما خلينا المحامي تاخذ الفلوس وتمشي يعني، بس مجرد حكمهم وعافوهم. نعم. اي يعني وين، شنو مصيرهم هم؟ شنو مصير اطفالهم؟ نساهم شنو مصيرهم؟ نعم. انا اشكرك يا سيده ام علي من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، هنا نذكر الموضوع كما علمتم هو الموضوع عن قضية اقتصادية وأزمة كبيرة تواجه العراق. نحاول قدر الإمكان أن نسيطر على المتصلين، لكن كثير منهم لديهم كما السيدة أم علي أزمة معتقلين يشاركون في البرنامج، رغم أنهم يعلمون أو لا يعلمون ما نوع أو ما موضوع البرنامج، لكن يشاركون لإيصال صوتهم. الجميع مرحب به. نتمنى طبعا التقيد قدر المستطاع بموضوع الحلقة لهذا اليوم، لكن نقدر كذلك ونتفهم الحالة التي يعيشها ذو المعتقلين والمخطوفين والمغيبين. أحاول قدر المستطاع حقيقة أن أسيطر على الحلقة، لكن أقدر كذلك من الناحية الإنسانية المتصلين الذين يشاركون للإدلاء بهمومهم حقيقة ومشاركتها معنا ومع الجميع، ولعل هذه الرسائل تصل إلى من يهمه الأمر أو من لديه السلطة والقدرة على إخراج الأبرياء من السجون والمعتقلات. السيد قصي من صلاح الدين، تفضل. قصي يا ريت لو تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف فقط رجاء. نعم نعم تفضل يا قصي. اي وياك، عيني وياك. تفضل. قصي قصي. نعم وياك عين اسمع. تفضل يا قصي، انت على الهواء مباشره اسمع. الان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون اخبارك؟ الله يسلمك، الحمد لله. عين هسه احنا في هذه الازمه وبهذا الحظر اللي مسوينه هسه على الحكومه علينا، زين العامل شلون يعيش هسه؟ اللي ما عنده راس شلون؟ نعم. ما وفرت لكم بدائل الحكومه يا قصي؟ قصي فقدنا الاتصال مع قصي. طيب السيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخوان المقدم، بارك الله في هذا الشعب الكريم. الله يسلمك. والله ثم والله ثم والله أن صمود هذا الشعب العظيم في ظل هذه المعطيات اللي أخذت منه كل شيء، أنه قسما بالله أنه أعظم شعب عربي صراحة. نعم. قسما بالله. أما من ناحية هذه العصابة المجرمة، والله العظيم ثم والله لن يستقيم لكم الأمر، خصوصا بعد ضيق الخناق عليها والعصابة المجرمة هذه اللي حاكمة في العراق الحين، ضاق الخناق عليها بصمود الشعب هذا، وإن شاء الله منصورين منصورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا سيد سعد من السعودية. طبعا مشاهدينا الكرام، أيضا لجنة الاقتصاد البرلمانية بالعودة للحديث عن الأزمة الاقتصادية كشفت عن أن عجز موازنة عام 2020 الذي نحن به الآن تفاقم بشكل كبير ليصل عند حاجز 100 مليار دولار أمريكي. عجز في موازنة الدولة 100 مليار دولار. أين الخبراء الاقتصاديين أو الاقتصاديون الذين من المفترض أن تعتمد عليهم الحكومة في إقرار الموازنة، في دراسة النفقات، في تقدير صحيح لأسعار النفط بشكل صحيح ودون إعطائها أرقام عالية حتى لا يكون هناك أزمة كما يحصل الآن؟ من هم هؤلاء الخبراء؟ كيف تعتمد هذه الحكومات في صياغة الميزانية وإقرارها؟ لماذا نرى هذه العشوائية ونرى الآن هذه الأرقام الفلكية حقيقة التي يحتاجها العراقيون بشكل كبير، وهي الآن عجز في هذه الموازنة، ولا نعلم كيف ستقوم بتغطية هذه الأرقام الكبيرة جدا، 100 مليار دولار أمريكي عجز في الموازنة، كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الأرقام؟ كيف ستعوض هذه العجوزات التي لديها والنقوصات؟ بماذا ستعوضها؟ ماذا تمتلك هذه السلطة لكي تعوض العجز الموجود الآن في الميزانية؟ على ماذا ستعتمد؟ هذا هو السؤال. ما لدينا الآن؟ السيد أحمد من كربلاء عاد مرة أخرى، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، حياك الله أحمد، تفضل. أحمد. السلام عليكم أستاذ العزيز. أسمعك يا أحمد، تفضل. إحنا أنت وحضرت جوال والتزمنا بالحضر. نعم. وياي. فصار لنا بال 15. نعم. إحنا نشتغل ناس، إحنا نشتغل عمال. نعم. يعني أجورنا يوميا فد 15,000 دينار، صار لنا 15 يوم إحنا قاعدين بالبيت. نعم. فايش نصرف؟ ايش ناكل؟ احنا عندنا جال وعندنا اطفال وبيت ايجار. لازم الحكومه يعني تسوي لنا حل على هذا الشيء. هسه انت شلون مقضيها انت وعائلتك يا احمد؟ والله العظيم استاذي العزيز انا مقضيها يعني هل جاتنا مساعدات مره واحده ومخلصين الجوارين منا ومنا تنطينا يعني. مساعدات من الناس مو من الحكومه. لا والله ما شفنا شيء من الحكومة أبدا، أي شيء ما شفنا من الحكومة. ماكو حصة تموينية يا أحمد؟ أستاذ العزيز حصة تموينية ماكو؟ لا والله ما أنطونا، لا سيستم أنطونا، لا حصة تموينية، لا راتب تقاعد، لا راتب مال عاطلين، أي شيء ماكو. يعني شلون الحكومة تفرض حظر تجوال وما تفكر بالناس اللي مثل حضرتك وهواي مثلك قاعدين ببيوتهم ويعتمدون على عمل اليوم حتى ياكلون والله العظيم والله استاذ والله المعاناه يعني معاناه كل الصعب، وانا اشتغل عامل مطعم الشغل. نعم. اشتغل عامل مطعم، المطعم صار له 15 يوم وانا معي عزل ابو المطعم، ابو المطعم فمو معزل ويعطيك تسدد. نعم. فيعني نعم. عايشين هسه عيشه كل الصعبه احنا، يعني اذا الله شاهد ورسوله. نعم، صادق يا احمد. سيد أحمد الله يكون بعونكم، أنا أشكرك للمشاركة ومشاركة هذه المعاناة معنا حتى يسمع الجميع ممن لا يزالون يطبلون لهذه السلطة الحاكمة ولأحزابها. عندما تقوم حكومة بفرض حظر للتجوال على السكان العراق بشكل عام في كافة المحافظات، لماذا لم تفكر بهذه الشريحة من الفقراء والمحتاجين؟ العامل اليومي هو طبقة فقيرة يعتمد كما تفضل السيد أحمد، يعتمد وأيضا قصي من صلاح الدين على أجر اليوم لكي يعيش هو والعائلة. لماذا لم تؤمن لهم البديل؟ لماذا لم توفر لهم الاحتياجات الأساسية الضرورية؟ أين وزارة التجارة من مواد الحصة التموينية وخلوها من المواد؟ حصة تموينية خالية من المواد. قال أحد المشاركين في الحلقة السابقة يأتينا دقيق وزيت، طحين وزيت، ويتجي إذا أجدت ناكل وإذا ما تجي نموت من الجوع. هكذا يعيش للأسف الشديد العراقيون في داخل العراق. مشاهدينا الكرام، السيد أحمد من بغداد تفضل. أحمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك استاذ. احنا طلبة حضرة تجوال علينا. نعم. واحنا لا حول ولا قوة، نشتغل عمال. الله، انا كان عندي راتب قطار بالبلدية. نعم. وهسه قاعد لا حول ولا قوة، نشتغل عمال ببغداد حتى الطريق سد عيني. هسه الله وكيلك، الف مرة يشهد هذا الله عليك. نعم. يعني وين واحد بروح من بوجهه؟ وعندنا مساجين اثنين وحالتنا تعبانة ولله المشتكى. ونعم بالله، ونعم بالله. لا دين ينطون عفو ويفضون هالمشكلة هاي الفتنة هاي الجديدة. نعم. لا دين يرجعون وظائفنا. يعني أنا 4 سنوات أنا خادم بوزارة البلدية. نعم. بعقد على أثناء العراق أثناء الصحوة. نعم. انسجنت لي 2 سنين وقطع راتبي وراجعت نمو المليت. لا حد يرجعني، لا حد يقول. نعم. هذا كان خادم وهذا كان ملتزم وهذا كان، وين نروح هسه؟ علما تشتكي بس الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. احمد نتمنى. أيوة. طبعا نتمنى، وطبعا هذه رساله مشاهدينا الكرام، انا اشكرك يا سيد احمد من بغداد، هذه رساله لجميع الميسوري الحال في العراق، لجميع اهل الخير الموجودين في العراق الان،
أن يكثفوا قدر المستطاع من حملات الإغاثة للفقراء والمحتاجين في العراق. مشاهدينا الكرام، الوضع مأساوي جدا في داخل العراق الآن. هؤلاء ليسوا شخص أو اثنين أو ثلاثة، بالملايين الفقراء في العراق بالملايين، ويحتاجون فعلا إلى إغاثة وإلى دعم. يعني نفكر عندما ننظر إلى السياسيين في العراق، وهذه الأعداد هم يتجاوزون المئات الموجودين في السلطة بامتيازاتهم، ويحصلون على ملايين الدولارات شهريا كرواتب وامتيازات، نقارنهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تخلى عن 7 أشهر من راتبه الشهري نظير تقديم المساعدة لمن يحتاجها. من قام بهذه الخطوة من المسؤولين في العراق؟ ومن يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة؟ قالها أحد النواب سابقا، قال بأنه أنا لست مستعدا أن أستغني عن امتيازاتي وراتبي حتى عائلتي تتشرد بالشوارع مثل هذا الشعب العراقي البائس. نصا قالها نائب برلماني. مشاهدينا الكرام، هكذا يتعامل المسؤول في العراق مع الرعية، مع الشعب، هكذا يتم التعامل للأسف الشديد. من معنا الآن؟ السيد أبو فيصل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. الله يحييك، تحية لك وتحية القناة، تحية الكادر القناة، تحية للشعب العراقي. والله أستاذ محمد، بالنسبة لموضوع العراق يعني حضر تجول زين، ما يوفروا لهم زين، شو حضر تجول بدون المواطنين لا رواتب. نعم. ولا 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 أكد يعني، هو هم حضر التجول مو من شان علشان المرض، هي العصابة الحاكمة هي أخطر من المرض الكورونا، هي 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 خايفة على الكراسي علشان الشعب، هي خايفة من الثورة، الثورة إن شاء الله ما مسقطتهم إن شاء الله الشعب العراقي لن يسكت على هذول القول. هي وجود هذه العصابة سيد محمد هي أخطر. نعم. من أي مرض، هي أو لن يخذ العراق حل اللي بيسقط هذا النظام، لأنه نظام ميليشياوي، نظام تابع كلهم من المجرمين ومن قاتل ضد العراق وضد الشعب العراق، فهم خونة. فنحن نتمنى إن شاء الله أنه يسقط عن قريب ويتحرر الشعب وتعود العراق إلى العراق الحقيقي. وتحية لك. شكرا يا سيد أبو فيصل، كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك. ننوه هنا مشاهدينا الكرام ونذكر أن خدمة الواتساب متاحة فقط للرسائل النصية وغير متاحة للاتصال. هناك من يحاول أن يشارك معنا عن طريق الاتصال، ونؤكد هنا أن هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، هي فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة، الرسائل النصية. أرقام الاتصال والهواتف ظاهرة أسفل الشاشة أمام حضراتكم، بإمكانكم أن تشاركونا من خلالها. أهلا وسهلا. طيب، نقرأ بعض الرسائل الآن الواردة لكي نواكب مع المشاركين. نبدأ من أولى الرسائل لدينا. طيب، السلام عليكم أستاذ محمد، نطالب بإقرار قانون العفو العام للسجناء وتبييض السجون. العفو الذي سوف يقره لا يشمل 4 إرهاب و85% من السجناء محكومين على هاي الفقرة. السجون بدأ الفيروس ينتشر بها، ولا سيما سجن الرصافة والمطار توجد لديهم حالات الإصابة بالفيروس، لكن الحكومة تتكتم عن الموضوع. شخص لم يذكر الاسم، شكرا للمشاركة. في رسالة أخرى، يوسف من كركوك يقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو لجميع السجناء لأن جميعهم تهمتهم إرهاب وهم ضحايا المخبر السري. العفو لمن راح ينطونا. نناشد حقوق الإنسان والعشائر بالمطالبة بالعفو العام. شكرا يا يوسف. في رسالة لدينا: السلام عليكم، أخوكم من صلاح الدين، أقول للشعب العراقي وأخص الحكومة، إذا كنتم تريدون أن الله يرفع عنكم البلاء أطلقوا سراح الأبرياء والمغيبين وردوا النازحين. في رسالة لدينا أيضا من أحمد من كركوك يقول: نطالب بالعفو العام، أكثر المساجين مظلومين. طيب، من معنا الآن؟ أم محمد. أبو محمد من صلاح الدين، تفضل يا أبو محمد. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح. الله يسلمك، الحمد لله. أنا
بكركوك. شلون؟ أبو محمد. أيوة نعم. تفضل يا أبو محمد أسمعك. هنا منطقة ريفية صلاح الدين. نعم. إيه من ناحية حمرين. نعم. يعني هنا عندنا ناحية حمرين. يعني مواد غذائية لا يوصلها. نعم. في الطريقة المسدودة احنا بكركوك يعني هنا. نعم. يعني ما له حل هذا الطريق ما له. نتمنى ان شاء الله يكون اكو حل قريب يا ابو محمد نتمنى. وهنا ما يصلنا كل شيء يعني هنا منطقة ريفية يعني. نعم نعم. الحلال. لا اكو حلال ينباع هسه ولا اكو روحة. نعم. الله يكون بعونكم يا ابو محمد من صلاح الدين نشكرك للمشاركه هذه الاصوات نتمنى من المسؤولين من لديه الضمير ان يستمع الى هذه المعاناه ونرى الى متى سيستمر عدم التدخل الحكومي وهذه الاصوات وهذه الاهات التي تخرج من العراقيين يوميا نتيجه الوجع ونتيجه الالم والحاجه والعوز ولا حياه لمن تنادي حكومه غير مكترثه اصلا. طيب في رسالة من السيدة أم دانيال تقول أنقذوا السجناء وأطلقوا سراح السجناء هاشتاغات نطالب بالعفو العام. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع يقول بالأمس أنت خليت إيدك على الجرح هو هذا هدفي من النداء الذي وجهته للشعب العراقي وأمراء القبائل العراقية وشيوخ العشائر العراقية والمرجعيات الدينية توضع هذه الزمرة الفاسدة على المحك والخلاص منهم وكنسهم على أسيادهم في إيران النصر قريب إن شاء الله والسلام عليكم. طيب مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل هو لأحد الكوادر الطبية وهو ينادي في سوق كما تشاهدون من أجل أن يقي الناس أنفسهم من فيروس كورونا عن طريق العودة إلى منازلهم وعدم الاختلاط والاحتكاك بهذه الأعداد الكبيرة طبعا نداء سليم وحقيقة طلب هو واجب أصلا والوقاية كما قال خير من العلاج لكن الفقراء الذين الآن في منازلهم وكما استمعتم إلى هذه الأصوات وهناك كثر هؤلاء لا يستطيعون البقاء في منازلهم لأنهم يعتمدون على العمل للعيش عندما تفرض السلطة حظر التجوال ولا يوجد بديل سيموتون من الجوع هم وعوائلهم داخل منازلهم فيخرجون نحن لا نبرر لمن يخرج في الشارع وأنه لا يقي نفسه من الاحتكاك مع الآخرين
وتفشي فيروس كورونا، ولكن كذلك نقدر ونتفهم من يخرجون في الشوارع بحثا عن لقمة العيش. لا يستطيع رب المنزل أن يبقى في منزله يشاهد أبنائه يتضورون جوعا وهو جالس يشاهد ويتفرج فقط، يحاول أن يخرج ليجد الحل. ويعني في عقله هناك فكر أنه إن مت من كورونا أو من البقاء في المنزل من الجوع فالحال واحد. وهكذا نرى هذه الحالات. نعم نرى حرصا كبيرا جدا من الكوادر الطبية وهم يشكرون طبعا على المجهود الكبير جدا الذي يقومون به، لكن أيضا نتفهم عملية خروج الناس المستمر وعدم الالتزام بحظر التجوال. فاضل من بابل، تفضل يا فاضل. شلونك حبيبي؟ شلون صحة؟ الله يسلمك، حياك الله، الحمد لله. أنا أحب هاي القناة الرافدين يعني بالمناسبة يعني. الله يبارك فيك. بس شوية يعني وضعنا هنا تعبان حيل، مش يوم ما كان. نعم. يعني تعبان، شلون تعبان؟ يعني انت مثل برا بالشارع ما تطلع. نعم. شوف هسه انا اشتغل بمحل، محل بحي الامام. نعم. اشتغل ويا واحد اصلح مطارات يعني مال مي مال هاي. نعم. جت الدوريه قالوا ممنوع واحد يبصوت، عزلوه. طيب. زين انا من عزلوني وانا اشتغل صانع يعني ويا هذا ابو المحل. نعم. يحسب لي 10 نص صبح لليل. نعم. وزين انا عندي جهاز 2 حفاضات وحليب وقاعد بايجار 250. نعم. يعني الامور تعبانه حيل، مش يوم ما كان. صحيح صحيح. قدمت على المنحه، على المنحه. نعم. اطوا اثنين يعني كل شهر 3 شهور يعني قام يعطون كل شهر 3 شهور. نعم. اي 3 شهور يعطون 170 تروح وبعدين قطعوها. كل 3 شهور 170 الف دينار عراقي؟ اي كل 3 شهور هاي يعني مو اول شهر اعطوني بعدين ورا 3 شهور يلا اعطوني مال المنحه. وهال 170 الف دينار عراقي اللي هي 100 وشويه دولار شو تسوي لك؟ والله يعني ما ادري يعني صار له امور شويه تعبانه حيل، مش يوم ما كان يعني ضعيف وجسمي ما يساعد يعني للشغل. نعم. يعني حيل تعبانه والله استاذ، والله يعني مش يوم ما كان يعني ذول هم الجهال الشاكري ومش يشرب، لان هو من يقول لك هاي انت بسلامتك لا تطلع بالشارع. نعم. زين من انا ما اطلع بالشارع، زين انا راح اقعد بالبيت وياك. ايش حتاكل؟ اقعد بالبيت ها؟ ايش حتاكل وايش حتشرب يعني؟ شاكل شاشرب هم راح اموت يعني، بالبيت اموت وبالشارع اموت. صحيح صحيح. وانا ايش قدر بدي اقابل اذاعه احكي وياها يشوفون ظرفي تعبان. نعم. وما قدرت والله، هسه عندي والله رصيد ما عندي خابركم، خابرتكم على الواتساب. نعم يا فاضل، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني اللي ما يقدر يتواصل ويانا نكون عندنا القدرة أن احنا نخابر ونتواصل وياه، احنا نقدر الوضع. أنا أشكرك يا سيد فاضل. يعني ما أحتاج أنه أوضح ولا أشرح ولا أضيف على اللي قاله سيد فاضل. علاء من واسط، تفضل يا علاء. علاء. تفضل يا علاء. علاء من واسط، تسمعني؟ ألو. تفضل يا علاء، أسمعك، حياك الله. ألو. علاء، السيد علاء موجود؟ ألو. علاء أسمعك يا علاء، أسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أي نعم أسمعك، تفضل. ألو. أسمعك يا علاء، تفضل. أستاذ الغالي، إحنا بالنسبة لنا إجراء الموارد المائية. نعم. احنا بالنسبة لنا قلت لك جراب الموارد المائية، واحنا سبع سنوات ما مستلمين راتب. انا مال السنتين 2016. نعم. وقت حاليا هسه عندنا 4 سنوات. احنا يعني حولونا على القرار 315 من يعني حالنا حال الملاك الدائم. نعم.
الوضعية كل المحافظات، احنا 6000 واحد، 6 وزارة الموارد المائية. نعم. أولا فالناشد من احنا من خلال قصتكم وقناتكم الكريمة نشوف وزارات، احنا وزارتنا ما جاي يسلمون اللي راتب العقد لحد الآن، فما نعرف مصيرنا. ناشدنا المحافظة، ناشدنا رئيس الوزراء حيدر العبادي صدر بينا قرار. نعم. اللي رقم 50% المالية، وزارتنا 50% ولحد الآن ما دافعين ال بال 2018 دفعونا قسيم مال 2019. نعم. ونهاية هذا الشهر على أساس يدفعون لنا 100% مال القرار 12، ولحد الآن ما دفعونا لنا. سببها احنا لحد الآن من ال 17 وال 18 من الراتب ودخلنا بال 20، الناشد الوزارة مع التشغيلية، التشغيلية القرار اللي هو 300 على الموازنة، الموازنة ما انقرت، فما نعرف مصيرنا شنو يعني. شنو الرد اللي يجيكم من الحكومة أو من الجهة الحكومية يا علاء من تروحون؟ من خلال إذاعتكم من تروحون تتواصلون؟ الوزارة تنازل كل إنسان شريف بالحكومة. إحنا هسه ما نعرف شنو مصيرنا وشنو نسوي، إحنا مستمرين بالعقد. نعم. أنا بالنسبة لي سايق آلية، عندنا مشغلين محطات، عندنا حراس، منظمين نواظم ومستمرين بالعمل، ولا حد الآن الظروف اللي هسه القاسية اللي احنا بيها احنا جاي نشتغل. يعني انت اذا تشتغل شنو المقابل؟ شنو المقابل اللي بده يعطوك اياه؟ بس ما نعرف يعني إدارة الموارد المائية نفس الطلبات بإجراحها. الكهرباء منطي، أبو الصحة منطي، أبو الإسكان منطي، كل الوزارات جاي تنطي. ما أعرف شنو وزارة الموارد المائية، احنا هسه لو نعرفها إلا نتابع يا حزب على مود الناشد الحزب اللي هو بيها، لأن نعرفها محاصصة، نعرف احنا وين كلام صحيح. كلام صحيح. أنا أشكرك يا علاء. طيب. ليا حزب تابع وزارة الموارد المائية من الأخير؟ حتى نروح الناشد الحزب او نحكي ويا الحزب اللي لازم هاي الوزاره. نظام المحاصصه هذا كلام اختصر الحال، اختصر الحال، اختصر الوضع في العراق على لسان السيد علاء. فاضل من الاردن، تفضل يا فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. والله يؤسفنا اللي يحدث بالعراق، انا بالنسبه لي انا عراقي. نعم. في الاردن. نعم. يعني كيف راح يصير هذا حظر التجوال اللي قاعد تفرض الدولة على ناس ما عندها قوت يومي؟ نعم. يعني تعرف أنت الأغلب العراقيين معتمدين كانوا على الحصة التموينية. صحيح. وراحت الحصة التموينية من سنين. يعني كيف تفرض حظر التجوال على ناس ما عندهم قوت يومي؟ نعم. أنا آمنت بالله أنه في كورونا ومرض الكورونا، بس أنت وفر مقومات الحياة. نعم. لهذه الناس عشان تعيش بزمن الكورونا. يا اخي شوف الاردن اللي عايش فيها. نعم. يعني ما حرموا المواطن من يعني ابسط متطلبات الحياه. نعم. وهي دوله يعني الله يعزها، يعني ما عندها شيء نفط او عندها ثروات. صحيح. بس عزه ناسها. مش نعم. مو بس ناسها، يعني عزت كل المقيمين على ارضها. انا تحدثت قبل قليل يا سيد فاضل على نقطه حدثت في تركيا. نعم. وهي موضوع أن يستغني رئيس الجمهورية عن راتبه لمدة من الزمن 7 أشهر. طيب، راتب الرئيس التركي مهما كان لا يصل شيء مقارنة برواتب المسؤولين في العراق وامتيازاتهم. لماذا لم نرى مسؤول موجود في العراق خرج وليس فقط أمام الإعلام فعلا تبرع أو استغنى عن راتبه لمدة سنة أو 7 أشهر في سبيل انعاش وضع الناس الفقراء والمحتاجين، رواتبهم بملايين الدولارات ويمكن أن تساهم بشكل فعال جدا في إغاثة الناس المتضررة، لماذا لم نرى حتى هذه اللحظة لا معمم ولا سياسي قام بهذه الخطوة؟ سألك أنت السؤال، أنت سألتني سؤال بس خلينا أسألك سؤال. نعم. لو مو الرواتب، يعني تتصور هذول اللي هم موجودين إن كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء يجي يقعد على الكرسي، لو تقول له تقعد ببلاش يقعد ببلاش على الكرسي هذا؟ انا اسالك سؤال جاوبني.
انا لا اجيب على الاسئله يا فاضل، انا فقط اسال. انت ليش حضرتك جاوب؟ لان هم لو دافعهم انساني وخدمه العراق كان استغنوا عن الرواتب، بس هم دافعهم مادي، اغلبهم دافعهم مادي. وانت تلاحظ الحكومات ما قاعد يختارون رئيس وزراء نزيه. نعم. عشان ايش؟ عشان يختار وزراء نزيهين، قاعد يختارون رئيس وزراء من نفس صنفهم عشان يملوا عليه الوزراء اللي هم يحطوهم. ليش؟ لمصالحهم السياسية والاقتصادية. نعم. فإذا لو اعتمدنا على رئيس وزراء ورئيس جمهورية يحب وطنه ويدافع عن وطنه، بهذا الوقت راح نشوف عراق مزدهر، وعراق يعني يحط من الأرقام القياسية بين الدول الموجودة. أنا أشكرك يا سيد فاضل، أكتفي معك بهذا القدر، وضحت الفكرة. فعلا خرجت ثورة تشرين لأنها تطالب بالنزيه بالوطني الذي يحكم هذا البلد، وتريد استعادة العراق الوطن من أيادي الأحزاب الحاكمة الفاسدة كما يصفها العراقيون. فيما تبقى من وقت وكما وعدناكم يوم أمس، نقرأ الرسائل المتبقية وإن شاء الله نستطيع أن نواكب مع الجميع. في رسالة من فاطمة من ديالى تقول: أريد إفراج على السجناء، أخوي عمره 20 سنة سجن بسبب المخبر السري وهو بريء، والله بريء، صار سنتين مسجون عنده إفراج بس ما يقبلوني يطلعوه. شكرا يا فاطمة. في رسالة: السلام عليكم، أحيي قناتكم الشريفة الوطنية، الله يرحم شهداء المتظاهرين ويشافي الجرحى. هاي الأحزاب الفاسدة خلت الحدود مفتوحة ويا إيران ودخلت الفيروس للعراق، يريدون يدمرون الشعب العراقي والمتظاهرين، الله يلعنهم. السيدة أم سجاد من واسط، شكرا لك. في رسالة: السلام عليكم، أختك من كربلاء، خطيبي سجين بالسليمانية، قضية شرف، انحكم 20 سنة وما يقبلون يتنازلون عنه، نطالب بالعفو العام، وكتلهم الجوع وفلوس ما عندهم، حتى حوالا نحول لهم الفلوس، والمرضى حتى حوالا نحول لهم الفلوس، والمرض الفيروس منتشر عندهم. في رسالة: أريان من الأردن تقول: لا تتشائم، أنا متفائلة راح ينتصر العراق عن قريب، سلامي الحار لك أستاذ محمد. شكرا لك يا أريان. في رسالة أيضا لدينا: السلام عليكم إخوتي في قناة الرافدين، للمرة الرابعة لم تقرأ رسالتي، أحب أطمن العراقيين، وحسب ادعاء رئيس كوريا أن هذا المرض هو سائل متسرب من مفاعل في أمريكا، عند مدة انتهاء هذا الغاز هو 3 أشهر، أيام 18 الشهر الرابع ينتهي صلاحيته، واسمه غاز سارين وليس كورونا. وشكرا أبو محمد العيساوي من الفلوجة، شكرا يا أبو محمد، وجهة نظر. في رسالة: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة، ملينا من هذا الموضوع الحالي، إلى متى؟ أول شيء مظاهرات وهسه مرض كورونا، ملينا، حتى طرق قطعوها، لا أكل ولا شرب. في رسالة أخرى: يا عراقيين العفو، نريد من شواربكم، نريد من شواربكم، كافي مذلة بأهلكم بالغربية، عليكم غيرة العباس، تحركوا، نريد تبيض للسجون يا شرفاء وشكرا. السلام عليكم، أين دور الحكومة من هذه الأزمة عندما يصدرون قرار بحظر التجوال؟ منين يأكل هذا الشعب؟ خلي يخلون الله بين عيونهم ويحكمون عدل، والخزي والعار على هذه الحكومة. في رسالة من السيد أبو زكريا يقول: الله يرحم شباب العراق، لعنة الله على هذه الحكومة الإيرانية. أبو كرارة من البصرة يقول: تحية طيبة إلى قناتكم الشريفة أستاذ محمد وحق سيد الكائنات، بدأنا نتذوق الموت، أنا وعائلتي كتلنا الجوع وما حد يفكر بينا، حكومة فاشلة أخي وحق الله، أني إحنا ظلينا نفكر بالانتحار، ولا يهون علينا نسمع بكاء الأطفال من الجوع. السلام عليكم أخوي، أنا من البصرة، معينة ما استلمت راتب صار لي 5 أشهر، من استلمت الهوية وما صرفوا لي، أريد أعرف شنو السبب. سؤالي يوجه للحكومة، شنو السبب؟ السلام عليكم، أم علي من بغداد، إذا تحكون عن النفط وعن الاقتصاد زين، إذا أبنائنا بالسجن وما عندهم رواتب وعندهم أطفال، منين يعيشون؟ منين يعيشون أطفالهم؟ نطالب بالعفو العام والإفراج عن المعتقلين.
رسالة. مرحبا عليك أخوي محمد، راح أقول لك حكاية مو مني فقط بل من كل جماعتي العمال بالعراق. إحنا ما نخاف من الطاعون، إنما نخاف من نظرات أطفالنا وإحنا خالين اليدين، فتبا للحكومة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله، أخوتكم من بغداد. إحنا نشكي حالنا لله، زوجي مسجون صار 11 سنة، مع العلم عنده تنازل بالحق الشخصي وانحكم مؤبد. وين صايرة هاي بالعراق؟ السلام عليكم أستاذ محمد، ردنا نعرف القرار اللي انطوه الصحة بخصوص الحوامل قعدوا بس تنحسب كلها إجازة، هذا حكي منطقي؟ هذولا ما عندهم عقل، قرارات مهمشة، لا علم ولا فهم. أم زينب شكرا لكم، شكرا يا أم زينب. أختكم أم زينة تقول، رسالتك طويلة يا أم زينة، نختصر. السلام عليكم، تقول طبعا من الإيجابيات الموجودة في قناتكم هي عاطفة المذيع مع الأحداث والمتصلين، شكرا لك. عندي مشكلة ممكن تعرضها للمسؤولين، هي ظهورنا مثقلة بالديون بسبب القروض والسلف اللي أخذنا من الحكومة، وهي 100 راتب وتساوي 50 مليون دينار، فوائدها أكثر من 22 مليون لغرض شراء سكن، نطالب بإنهائها. شكرا يا أم زينة. في رسالة لدينا، رسالة طويلة جدا من محمد الأنباري، اختصرها قدر المستطاع لأن الوقت انتهى. يقول ما يجري في العراق تتحمل الحكومة الموالية لإيران. شكرا يا محمد. رسالة، السلام عليكم أخي، نحن نحترم الحظر من قبل خلية الأزمة ومن قبل الجيش والشرطة، لكن يا أخي والله العوائل ما عدها، والبطاقة التموينية ما بيها بس طحين وما تكفي، تصرف لكل عائلة 300 اصرف لكل عائلة 300 ألف مدة كم شهر إلى أن تنتهي الأزمة، وشكرا لتفهمكم. أم محمد من ميسان. رسائل كثيرة المتبقية، وحقيقة أنا جدا آسف عن عدم قراءتها وبسبب انتهاء الوقت، لكن بإذن الله نعيدكم يوم غد أن نخصص وقت أطول لقراءة الرسائل. نشكر الجميع لطيب المتابعة وللمشاركة، ونلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.